لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي يوم الاثنين صائما، فسئل عن ذلك فقال: ذلك يوم ولدت فيه. يحتفل المصطفى صلى الله عليه وسلم بذكرى أجل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه، إذ جعل يوم ولادته يوم رحمة مهداة إلى العالم أجمع، ومن ثم جعل يوم بعثته يوم هداية للعالم أجمع. وقد جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم من شكره لله عز وجل موضوعا لاحتفائه بهذه الذكرى، وشاء أن يترجم شكره لله سبحانه وتعالى بشغل ذلك اليوم كله، يوم الاثنين المتكرر، بعبادة غير منقطعة، ولا يتأتى ذلك إلا بالصوم. فكان احتفاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذكرى ولادته شكرا لله عز وجل، كان احتفاله بذلك عن طريق عبادة تقرب بها إلى الله، وجعل ترجمة هذه العبادة شغل ذلك اليوم كله بعبادة مستمرة ألا وهي الصوم. ولكن تعالوا نتساءل يا عباد الله، أكان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم مندفعا إلى هذا الاحتفاء المتكرر بدافع من القناعة العقلية، أم كان مسوقا إلى ذلك بسائق من الحب والوجدان؟ الجواب يا عباد الله أنه إنما كان منساقا إلى ذلك بدافع من الحب، بدافع من المشاعر الوجدانية المهيمنة على قلبه، ذلك لأن اليقين العلمي مهما هيمن على العقل لا سلطان له على الفؤاد، ولا يملك أن يقود الإنسان إلى أي عمل. العلم يظهر للعقل حقيقة
ويبين له الفرق بين تلك الحقيقة وأضدادها من أنواع الباطل، ثم إنه يتركه كذلك. أي إن العلم أشبه ما يكون بالمصباح المثبت في مقدمة العربة. المصباح يظهر الطريق إن كان معوجاً أو مستقيماً، ولكنه لا يدفع العربة إلى السير. الذي يقود الإنسان بعد المعرفة إنما هو الحب، ومكان الحب الفؤاد، كما أن مكان العلم العقل. وإن من دفع المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاحتفاء بذكرى ولادته عندما رؤي صائما وسئل فأجاب، إن من دفع إلى ذلك بسائق من وهج الحب المهيمن على كيانه الذي دفعه إلى أن يشغل ذلك اليوم بشكر الله، وإلى أن يحتفي ذلك اليوم من صباحه إلى مسائه بحمد الله عز وجل، وإلى أن يتعامل مع نبضات قلبه المحب. هذه الحقيقة كم وكم تغيب عن كثير من الناس، لا سيما في هذا العصر يا عباد الله. نحن لا ينقصنا، نحن المسلمين في هذا العصر، اليقين المعتمد على الدلائل العلمية التي تثبت حقائق العقيدة الإسلامية والإيمانية بالله. ولعلنا نملك اليوم من هذه البراهين ما لم يكن يملكها الأولون من أجدادنا ومن رجال السلف من قبل. لا تنقصنا المعارف، فقد حشيت عقولنا بالكثير والكثير منها، ولكن الذي ينقصنا إنما هو نبضات الحب. الحب الذي يسوق، الحب الذي يقود، هذا هو الذي ينقصنا يا عباد الله. ويقول الإمام الشاطبي في حديث له مفرقا بين سلطان العقل الهادي وسلطان الحب القائد، فيقول: إن المحب يعمل ببذل كل المجهود شوقا إلى المحبوب، فيسهل عليه الصعب ويقرب له البعيد وتفنى منه القوى، وهو يرى أنه لم يوفي بعهد الحب، وهو يرى أنه لم يشكر المحبوب الشكر اللائق الذي ينبغي أن ينهض به. نعم، الحب هو الذي يقرب لك البعيد، وهو الذي يسهل الصعب، وهو الذي يجعلك تذيب حشاشتك وتذيب إمكاناتك، وأنت تتمنى لو كنت تملك المزيد من ذلك دون أن تشعر بالألم الذي تنفقه في سبيل حبك. وما علمت يا عباد الله أن في الدنيا ألما ينبعث بلذة متعايشة معه إلا ألم الحب. ليس في الكون ألم تنبعث منه اللذة التي تقاوم ذلك الألم فتغلبه إلا ألم الحب. ولقد قالوا، وفي ذلك عبرة
وأي عبرة؟ أن والد قيس أشفق على ابنه مما رأى من حاله التي تنتابه والآلام التي تأخذه ولا ترده شوقا إلى محبوبته، فمضى به إلى بيت الله الحرام وأمره أن يقف عند الملتزم وأن يلتصق به، وقال له: ادعو الله أن يحررك من حب ليلى. فرفع يديه قائلا: اللهم زدني حبا لها وزدني كلفا بها. نعم، هذا ما يفعله الحب. الحب هو الذي يقود، والحب هو الذي يسوق، والحب هو الذي يجعلك تلتذ بالألم الذي تتقلب فيه. ولكن انظر، من هو هذا المحبوب الذي يستاهل منك هذا الألم؟ من؟ لن تجد محبوبا يستاهل منك هذا الألم إلا ذاك المحبوب الذي رآه رسول الله. لن تجد محبوبا تقدم له حياتك كلها قربانا، وتقدم له إمكاناتك كلها له ضحية في سبيل مرضاته، إلا واحدا لا ثاني له، ألا وهو ذلك الذي خلقك وصورك فأحسن صورتك، هداك، رزقك، متعك. نعم، ورحم الله من قال: أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. لقد اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم محبوبه الأوحد، وقد قال لنا ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلماذا لا نقتدي برسول الله؟ ولماذا لا تهتاج منا الحشاشة حبا لإلهنا، حبا لمولانا وخالقنا؟ عباد الله، أعود فأقول: إن المرض الذي تعاني منه الأمة الإسلامية اليوم هو فراغ هذه الأمة من الحب ولوعة الحب. الحقيقة العقلانية لا تقدم ولا تؤخر شيئا، إنما الذي يصلح الفساد ويقوم الاعوجاج وينهض بالأمة إنما هو لوعة الحب. لوعة الحب لا يستطيع أن ينكرها أحد. والذكريات يا عباد الله، الذكريات انفعالات قسرية وليست أفعالا اختيارية. فليست الاحتفالات بالذكريات المختلفة مما يدخل في التكاليف، حتى يثور النقاش حول هذا: أيجوز الاحتفال بالذكرى أم لا يجوز الاحتفال؟ أيجوز أن نحتفل بذكرى مولد رسول الله أم لا؟ وكأن مشاعر الاحتفال عبارة عن أعمال اختيارية. الأمر ليس كذلك. مشاعر الاحتفال بالذكرى انفعالات قسرية. كل إنسان راجع نفسه يعلم هذه الحقيقة. كم من معلمة زمانية تحتضن عهودا عزيزة عليك، إذا مر بك عاد زمان من هذه الأزمنة، فح وأنت ترى هذا الزمان الذي أقبل إليك، فح منه عبق عهد قديم عزيز عليك قد مضى، ولسوف تشعر باللواعج تهتاج بين جوانحك
أتستطيع أن تصدها؟ تشعر بالحنين يهيمن على كيانك، أتستطيع أن تسكته؟ تشعر باللوعة تحرق فؤادك، أتستطيع أن تبرد لظاها؟ لا تستطيع. وكذلك كم من عهود مكانية تحتضن ذكريات عزيزة عليك، يمر بك مكان من هذه الأمكنة أو تمر به تنظر إليه وإذا بك أمام مسقط رأسك، أمام الدار التي ولدت فيها، أمام مرتع صباك. هل تستطيع؟ هل تستطيع أن تفصل قلبك عن مشاعر هذا الحنين الذي يستبد بك؟ من قال إن الاحتفال بالذكريات أيا كانت عمل إرادي يخضع للجواز أو لعدم الجواز، يخضع للحرمة أو لعدم الحرمة؟ إنه الحب يا هذا، هو الحب. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عاد بعد غياب لبضعة أشهر إلى اليرموك، عاد إلى المدينة المنورة. لما أشرف على بيوتات المدينة نظر إليها قائلا هذه طابة، ثم التفت إلى أحد الذي يستقبله عن يمينه قال وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. ما الذي هيج قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يتغزل بأحد ويقول عنه وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه؟ مكان جاسم في مكانه، مجموعة صخور، أتربة، أحجار. لماذا حن رسول الله إلى هذه الأحجار وإلى هذه الصخور؟ لأنها تحتضن معلمة عزيزة على القلب، لأنها تحتضن عهدا من العهود العزيزة على الفؤاد، لأن سفح ذلك الجبل يحتضن كثيرا من أصحاب رسول الله الذين قضوا نحبهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا حنينه صلى الله عليه وسلم إلى مكان جاثم جامد. فكيف؟ كيف بالحنين، حنيني أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي هديت بسر المصطفى وبسر بعثته، التي عرفت الله سبحانه وتعالى بفضله؟ عندما يمر بهذه الأمة مثل هذا الزمان، ألا تفوح من هذه الأيام التي تمر بنا روائح عهد عزيز على قلوبنا، عزيز غال على أفئدتنا؟ يا عباد الله، الجواب: أما الإنسان الذي فرغ قلبه من الحب فهو لا يعي من هذا الكلام الذي أقوله شيئا، وينكر هذا الذي أقول، لأنه لا يتعامل إلا مع قرارات العقل. وأما من احتضن قلبه حبا لخالقه عز وجل، ومن ثم احتضن قلبه حبا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يستبد به الحنين إلى رسول الله، ولا بد أن يستبد به الشوق إلى صاحب هذه الذكرى. شهر ربيع يفوح فيه عبق، عبق من أقدس ما يمكن أن تهتاج له مشاعر أمة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن يا عباد الله، تعالوا نتساءل: أين هي دلائل استمرارنا على العهد؟
أين هي دلائل استجابتنا لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنني إن أجبت عن هذا السؤال لابد أن أزج نفسي وأزجكم في خجل ممض، في آلام كاوية، ولكن لا بأس إن كانت هذه الآلام تحمل لنا درسا وتوقظنا من سبات. لقد حن رسول الله إلينا عندما وقف قبل وفاته بأشهر في البقيع قائلا: وددت لو أني رأيت إخواننا. قال له أحد أصحابه: ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد. أين هم الذين يبادلون حنين رسول الله حنينا؟ أنظروا يا عباد الله عن يمين وشمال، فلا أجد في الغالب إلا انصرافا عن التجاوب مع حنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا نسيانا لهذا الإقبال القلبي المحب منه إلينا. ألا ترون ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك من ورائه لنا وصايا حارة غالية، وأهاب بنا ألا نضيعها. قال لنا: لا تبغضوا، لا تدابروا، لا تحاسدوا، كونوا عباد الله إخوان. ونظرنا فوجدنا لسان الحال يقول على ألسن كثيرا من المسلمين: بل سنتباغض، بل سنتدابر، بل سنتعادى، ولسنا من وصاياك التي تقولها لنا في شيء. ألا ترون؟ ألا ترون لسان الحال يلهج بهذا المقال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمنون بعضهم لبعض كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، والحديث متفق عليه. وأنظر فأجد لسان حالي كثيرا من المسلمين يقول: بل إننا سنجعل من هذا الجسد الواحد للمؤمنين قطعا متدابرة متعادية، تحتاج كل قطعة منها لتدمير القطعة الأخرى. هذا قرارنا وهذا ما سنفعله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأنظر فأجد كثيرا من المسلمين من حولنا يقولون للمصطفى صلى الله عليه وسلم من وراء سور القرون المتطاولة: بل قرارنا الذي اتخذناه أن نتعادى فيضرب بعضنا رقاب بعض. رسول الله يحن إلينا ونحن مدبرون عنه معرضون ومتناسون لحنينه. رسول الله يوصينا ويأمرنا ويحذرنا، ولسان حالنا يقول: بل قرارنا الذي اتخذناه ينبع من رؤيتنا ولا ينبع من وصاياك. ولقد سمعت من يقولها بلسان رأسه لا بلسان حاله، يقول: إن وصايا محمد صلى الله عليه وسلم لا تصلح لهذا العهد. ولكأن رسول الله لا يعلم ما الذي يصلح أمته وما الذي لا يصلحها، ولكأننا أدرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يصلحون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: كونوا عباد الله إخوانا، كونوا يا عباد الله إخوانا متعاونين. وأنظر
وأنظر إلى النساء اللائي رمل، وإلى الأطفال الذين يتموا، وإلى الدموع التي تختلط بالدماء البريئة الزكية، وأنظر إلى هؤلاء وهؤلاء وهم يهرعون إلى ما يسمى بمنظمة التعاون الإسلامي. ألا هل من عون تقدمونه لنا؟ ألا هل من سبيل تنتصرون لمظلوم تضربون به على يد الظالم؟ ولكنه لا يجدون إلا أصداء تتجاوب مع صيحاتهم. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفر لكم. اللهم اجعل حبك وحب نبيك أحب الأشياء للقرب منك يا الله. اللهم إنا نسألك بصاحب الذكرى سيدنا محمد أن تعيد النقاء والصفاء والبهاء إلى أمة الإسلام وإلى هذه الأمكنة الطاهرة التي يذكر فيها اسمك يا الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشكو إليك سوء حالنا، ونشكو إليك ما حملناه من الأوزار والآثام. اللهم إنا نقول ونعترف بأنك قد أمرتنا فلم نؤدي أوامرك التي كلفتنا بها، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك ورحمتك، فاعف عنا وارحمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا لم نرتكب ما ارتكبناه من أوزار استكبارا على أمرك، ولكن لسائقة لضعف ركب في كياننا، وأنت أعلم بذلك، فالمغفرة منك والتوبة إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربنا القائل: قل كل يعمل على شاكلته. شاكلتك التوبة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الصفح. فنسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن تعاملنا بما أنت له أهل، وأن لا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء، فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا نملك إلا الوقوف بذل ومسكنة على باب كرمك وجودك الذي لا يغلق دون أحد. لا نملك إلا الالتصاق بأعتاب فضلك وإحسانك،
فنسألك اللهم ألا تطردنا من بابك، نسألك اللهم أن تطهر قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك يا رب العالمين، نسألك اللهم أن تكرمنا بحبك وبحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نتوجه إليك بهذه الساعة المباركة من هذا اليوم الأغر بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، نتوجه إليك بحبك له وبحبه لك يا محمد. إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، طهر اللهم بلدتنا المباركة من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها، كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين أيا كانوا عن عبادك البراء الآمنين يا رب العالمين. أعد الفرحة، أعد الفرحة إلى قلوب عبادك الذين أقمتهم فوق هذه الأرض المباركة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بثقتنا برحمتك وبيقيننا باستجابتك لدعائنا أن تحقق رجاءنا وأن لا تخيب آمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك وبمزيد من الحب لك وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، حقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.